لشؤون الصحة والوقاية. سيادة الوزير مساء الخير يا فندم. أستاذ عزة، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك سيادة طيبة. وحضرتك طيب فندم. سيادة الوزير، كان في اجتماع مهم النهاردة مع سيادة الرئيس، وكان سيادة الرئيس بيتابع مع حضراتكم عدة أشياء، منها المبادرات الصحية زي قوائم عفوا الانتظار، والمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وأيضا الموقف التنفيذي لمدينة الدواء. نبدأ بمدينة الدواء. تفضلي. تفضل. مدينة الدواء طبعا أولا كان اجتماع مهم جدا، مثل الاجتماعات دائما مع سيادة الرئيس، كان مطروح موضوع من الموضوعات في منتهى الأهمية. نعم. مدينة الدواء مشروع مصري حضاري مستقبلي مهم جدا للغاية، يحمل لنا كثيرا من الأمان الدوائي والأمان الطبي في مصر. نعم. بأعلى مستويات التقنيات في صناعة الدواء. ومدينة الدواء بتتجه الآن للاتفاق مع مؤسسات عالمية كبيرة جدا في تصنيع الأدوية الحديثة، مثل أدوية الأورام، الأدوية اللي بتعتمد على التكنولوجيا الحيوية، توطين صناعة بعض مدخلات الدواء من المواد الخام. فالحقيقة احنا يعني تلقينا الحقيقة متابعة من سيادة الرئيس، وأيضا توجيهات بخصوص التعاون الكامل والتام ودعم التعاون مع المؤسسات الدوائية الكبيرة جدا يعني توطين هذه الصناعات، دعم السوق المصري بأمان دوائي استمرارية وفاعلية وأمان هذا السوق. المشكلة في موضوع مدينة الدواء سيادة الوزير، هل فكرة المواد الخام؟ لا، مدينة الدواء فنم دي مدينة كبيرة جدا بتشمل شقين أو أكثر من شق. الأولاني تصنيع أدوية موجودة وتقليدية، تمام، بحيث نضمن الجودة والأمان زي مثل الأدوية الأخرى والمنتجة في مصر، تمام، نضمن الاستمرارية والإتاحة، أيوه، وتوفر كل الأدوية اللي بنحتاجها، وأيضا تستطيع بإمكانياتها الهائلة أن تصنع أدوية أخرى السوق المصري في حاجة إليها، تمام، بالإضافة إن الشركة نقدر نصدر من مصر أدوية لبلاد كثيرة جدا، ومنها البلاد الأفريقية أو الشرق المتوسط أو العالمية. هي. الحاجة الثالثة بقى، الشق الثالث الهام جدا يا أستاذ عزة، إن هناك بعض الأدوية الحديثة اللي بتعتمد على التكنولوجيا الحيوية نقدر نصنعها في مصر، وأيضا نقدر نصنع بعض مدخلات الدواء سواء المواد الخام أو المواد المساعدة. تمام. طيب الجزء المهم ايضا، وده ايضا من يعني انا بتصور انه مدينه الدواء ده مشروع قومي كمان يا سياده الوزير. بالظبط. المشروع القومي الاخر هو تصنيع وتجميع البلازما، وصلنا لفين فيه؟ وصلنا لمراحل مهمه جدا. اولا هذا مشروع ايضا قومي زي ما حضرتك قلتي، رفيع المستوى، رفيع التقنيه، ايضا بالاشتراك مع احدى الشركات العالميه العملاقه في هذا المجال هنقدر نعمل، او عملنا فعلا مشروع، وصلنا لمراحل تنفيذيه. المراحل دي بتشمل كذا جزء يا استاذ عادل. الاتفاق مع الشركه العالميه برعايه سياده الرئيس، وفعلا تم هذا الاتفاق. نعم. حددنا المكان، المصنع اللي هيتعمل بالمواصفات العالميه. بدا انشاء هذا المصنع. بدأ ايضا توفير اماكن او بنسميها مراكز تجميع البلازما، بدأت فعلا بعضها في العمل، يعني نقدر نجمع البلازما فيها. هيتعب في خلال سنه او سنه ونص 20 مكان لتجميع البلازما. هتمشي على التوازي مع انشاء المصنع وتوفير امكانياته وماكيناته ومستلزماته. نعم.